a daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. والآثار والسياحة المحترم السادة مدراء إعلام الوزارات السادة الفنانين، أهلا ومرحبا بكم. أنا سقراط زكريا وزميلتي منال المعتصم باسم سينما العراق أرحب بكم في هذا الحفل الكريم. الأستاذ زيد الخفاجي تفضل لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. مساء الخير. في البداية أحب أشكر أوجه شكر جزيل للسيد الوزير برعايته لهذا الافتتاح، وأحب أشكر كل الحضور وكل الفنانين وكل الأصدقاء والأخوة. إحنا فرحانين إنه إحنا يوم على يوم نكبر، والسلسلة مع العراقي سينما تكبر. أكيد لما جهودكم ونفسكم الطيب ويانا ما كان يتوسع. مرة ثانية أنا جدا أشكركم وجدا أشكر حضوركم، وإن شاء الله يا رب يكون قدمنا فد شيء يكون على حسن رأيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك أستاذي. والكلمة الآن لمعالي وزير الثقافة والسياحة والآثار كريات راموس وديوك الانتفاضة. أنا سعيد اليوم لأننا نفتتح سينما جديد وصالات جديدة، فإننا ندشن مرحلة جديدة من صناعة السينما في العراق، وشكرا جزيلا. أنا كممثلة يتكامل عملي بوجود منفذ أو منفذ مثل عراقي سينما، وهو يصب اتجاه متلقي قادم يستهدف مشاهدة محددة يعرف ما يريد جيدا ويحث على الإنتاج السينمائي الجاد. أنا عن نفسي متفائلة جدا بإيراكي سينما، وأشكر الأخ والصديق مرة أخرى الأستاذ زيد الخفاجي مؤسس المشروع، والشكر موصول أيضا لإدارة مول بغداد. شكرا جزيلا للجميلة إيناس طالب. الآن قصة ورواية أو قصة نجاح يرويها لكم الأستاذ عمار الخفاجي. أنا من الناس المحظوظة جدا إنه أنا واكبت زيد. زيد اليوم هو عبارة عراقي سينما على حلم. هذا الحلم عشناه سوى من مول منصور. زيد كان عبارة عن خلينا نقوله باللغة العامية نحس من الناحية الفنية، يعني زيد لازم يجيب أحسن شيء، ويعني مو بس نفتخر، قمة الافتخار إنه عندنا شخص مثل زيد الخفاجي اللي خلانا إنه مرتبة بين باقي الدول العربية كعراقي سينما. شكرا زيد، شكرا إلك بكل معنى الكلمة، يعني يا ريت نصفوك لزيد. كوزارة داخلية رسالتنا مستمرين أي مشروع سينمائي ثقافي ما يتعلق بالأمن، ما يتعلق بالأمور اللوجستية، ما يتعلق بالحماية، فإن شاء الله الوزارة معكم خطوة بخطوة. شكرا جزيلا. أيضاً والله أتذكر الحقيقة، يعني تعرف يعني كل خميس كان أكو فيلم روح نهضر العائلة تروح تشوف
الفيلم، بعدين ورا الفيلم يطلعون يتعشون. الله زياد حلو. يمكن انا بس يشوفون فيلم ماكو عشاء. توفيق حبيبي. على فكرة اليوم عيد ميلاد الأستاذ زيد الخفاجي وأيضا الإعلامي على بنتي، كل عام وهم بألف خير، ينعاد عليهم صحة وسلامة. إيناس طالب. بالأمانة كعلاج إذا تريد لك شخصين أو لعوائلك أنصحك أنه تحضر إلى السينما. أنت رجل مميز للأمانة. لو خلقنا في زمن الفراعنة أنا ممكن أكون طبيب توت عنخ آمون عادي يعني ممكن، لكن هو ما ممكن يخلق إلا في هذا الزمن اللي بي سينما وبي ممكن يشوف هذا الشيء. جيبوا عوائلكم للسينما لأنها فعلاً هي شفاء، شيئين يسوون شفاء نفسي. تحضروا للسينما وتابعوا حلقاتي. شكراً. جداً ممنون. شركة كاستو ميديا للأخ كاميران. وين أخ كاميران؟ شكراً كاميران، أنا ممنون منك. بالنسبة لعراقي سينما الديكور جدا جميل، يعني نقدر نقول موازي للدول المتقدمة. الحقيقة هذه تجربة تبشر بخير، هناك مؤشرات فعلا توحي أنه الخير قادم إن شاء الله في محاولة لترسيخ ثقافة الوعي عند المتلقي العراقي وإعادة بناء جيل مهتم بالسينما وواقع السينما العراقي، لأنه مثل ما تعرفون نعرف أنه السينما العراقية لها تاريخ وتاريخ كبير. وشكرا لكل وسائل الإعلام التي تتعاطى إيجابيا مع الوضع في العراق بصورة عامة ومع الوضع الأمني بصورة خاصة.